السلام عليكم متتبعي القناه الاذاعيه والالكترونيه شوف تيفي، مرحبا بكم. اليوم عندنا الجديد ما يخص طفله ذات سنتين وعشر اشهر للام ديالها اتهمت زوجها بانه قام بهتك العرض ديال الطفله ديالو، وهو الان متواجد عند قضية التحقيق لدى المحكمه الاستئنافيه ديال الجنايات بني ملال. اليوم كيحضر معنا الاخ ديالو اللي بغى يعاود لنا القصه كامله وكل موقع، وعنده كذلك تطورات وعنده كذلك جديد كل ما يخص القضيه، فتابعوا معنا وبارطاجوا معنا باش تعرفوا كل جديد كل ما يخص هالطفله هذه اللي الام ديالها اتهمت الزوج ديالها انه اغتصب الطفله ديالو. السلام عليكم. السلام. الاسم ديالك اخويا؟ علي اخبو. علي اخبو. السيد اللي مشدود الاخ ديالك؟ اخويا ديالك. اخوك ديالك. واخا قول لينا اخويا شنو وقع؟ شنو وقع؟ داكشي اللي قال لي اخويا كنت نطلب دابا من هاد المراه واش انا درت هادشي واش انا ما درتوش، خاصني الخبره ديال الطبيب، وغادي نشوف الاخر ديال واخا. هذا فاش مشيتو عندو لبني ملال كانت الزوجه ديالو تمايا؟ لا مشينا البارح. اها عاودنا شنو وقع؟ مشينا البارح كنا عندو غير معانا، قلت له واش درت هادشي خويا بصح؟ واش ما اش وقع اش كاين؟ قال لي ما وقع حتى شي حاجه، خدم نهار الاثنين العشيه مشى للدار ديالو الصباح ديال الثلاث، قالت له المراه ديالو انا ما غاديش تمشي للخدمه لهذا النهار مشغول شويه، قالت له في الدار تعيطت على البوليس وجاو داوه، قال له ماش علاش ديتوني اش درت؟ قال له حتى لتما وغادي تعرف اش درتي. وصلوا لتما عندهم قال له ما كيفاش المراه ديالك جات درت لك عليك الشكايه على حساب بنتك اختصرتيها. وهذا السيد كيطلب منكم توقفوا معاه وغتشوفوا هذا الشيء واش بالصح ولا الكذوب، وخاصني الخبره ديال الطبيب. قلتي لي قبيله بان الخبره الطبيه كتقول بان البنت ما مقيوسه ما بها حتى شي حاجه. تيقول ما مقيوسه ما حتى شي حاجه. مشيت انا عند مرته وسولتها قلت له مالك اش واقع؟ قالت لي ودي ها كيفاش حكومه كيفاش دار كيفاش دار، مشى متعدى على بنتي بنتهم عندهم عامين و10 شهور وهذا الشيء. البنت ما تنطقش ما تهضرش ما تعرفش تهضر، صغيره ما والو، والمراه هي اللي اتهمته على حساب بنته باش تنتقم منه باش تديروا الاملاك ديالو. يعني هي كما قلتي لي قبيله بان الدار مكتوبه بسميتهم بجوج. الدار مكتوبه بسميتهم بجوج. اشنو قالت ليه بني ملال؟ قالت لي الا بغيتي نتنازل ليك. قالت له بني ملال الا بغيتي نتنازل ليك غادي تسمح ليا في الاملاك في الدار وفي كل شيء، غادي تسمح ليا في كل شيء باش غادي نتنازل ليك لهاد الدعوه هذه. وهو شنو تيقول هو ليه؟ لا تيقول هو انا ما درتش وما غاديش نتنازل وما قصت البنت، هذيك بنتي هذيك لحمي ودمي هذيك، علاش غادي نتعدى على بنتي؟ ودابا تيطلب منكم تعاونوا معاه وغادي توقفوا معاه، انا خوه. كي دايره الام الحاله النفسيه ديال الام ديالو؟ الحاله ديال الوالده سمعت هذاك الهضره مصدومه مريضه ومصدومه وما عرفاش دابا اش تدير وما تطنوتش وهي شاده الفراش. قلتي لي قبيله الا كان خويا دار هادشي انا نسجن في بلاصتو. الا دار خويا هادشي انا غادي نسجن في بلاصتو، انا غادي نرجع في بلاصتو. انت متيقن بان خوك ما دار؟ متيقن ما خويا ما دار والو ما دار حتى شي حاجه، بغات المراه هي اللي بغات تنتقم منه بهذه الطريقه هذه. وجيران تيقولوا هادشي ما كاينش، الا ما تيقتوش ولا خور سيروا عند جيران سولوهم، ها جيران هما غادي يقول لكم هذاك الشيء اللي كاين. لا فعلا حيت انتوما بقى فيكم الاخ ديالكم بغيتو تاخذوا ليه الحق ديالو، جيتو كتقلبوا فين غادي تبردوا القلب ديالكم باش توصلوا الرساله بان داك الشيء كذوب. داك الشيء اللي كاين في الداخل. حنا كنا مشينا عندها دقينا عليها جرات علينا. قالت لها لينا هذا الشيء كاين، قالت لها لينا بامها، جات الصحفيه على اخر جريت عليها قلت لها عندي اختي ما بقى عندي ما نقول. هي هذا الشيء ما مضبوطش. واخا ندوزو للاخ ديالك. السلام عليكم. السلام اختي. اشنو كتقول في هادشي؟ ودي كنقول على خويا مقبول حسين غير مضروب، راه جا عندي نهار الحد ديما كنتلاقى معاه، راه عندي البريسا كخدام بيه، جا عندي نهار الحد جا بنتو ونعسات ليه وعطيت ليه الكرسي، نعسات ليه على 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 ركابو، بقى كيش كي يملس ليها الراس ديالها.
يا اخويا بنتني بنتك رانا عشات شي نديها للدار. قالك واخا نديها للدار وجاي مني جوج كيلو ديال الجلباله ودار مع كيلو ديال الليمون عند واحد السيد ومشى العشيه. جا واحد البنا كيقلب عليه مشى قلب عليه تاع الدار وجابوه مشاو جاو تما عندي تاع الكريسه. بقينا كنهضرو تاع المغرب مشاو بحالاتهم. غدا مع يوم الثلاث مع ديك الزيوت العشرة ولا 11 ولا الوحده وصلنا الاخبار. قال لك اودي السيده راه جدوه البوليس. انا ودي مشينا كنتقاتلو مشيت عند البوليس تاع المغرب غير كذوب ما كما بيناتهم حتى حاجه. مشيت تما البوليس سولت قلت واش اخو بوالحسين خويا واش كاين عندكم واش مسدود؟ قال لك راه مسدود. قال لك يا ودي ما عرفنا والو ما عرفنا عليه والو حتى حاجه. راه السيده راه جا بغينا نعرفوا واش هذا الشيء بصح ولا غير كذوب. قال لك ودي واش بعرفك؟ يا ودي بعرفك. قال لك ودي راه هذا الشيء بينو بينو مع مرتو وبنتو. قال لي علاش من القاضي؟ قال لك راه خوكم راه ولا هبيل كيشرب ديو ديال الاعصاب الدواء ديال الحماق. تي راه خويا راه ما عمر شرب شي حاجه ديال الدواء ولا شاف قريب من الحياه ديالو. يعني نتوما خوكم ما عمرو خلا شي حاجه ما كيشرب شراب ما عمرو شرب شي حاجه ما عمرش وما كيكليش كاع نهائيا. هو خدام يجبد فلوس من الحيط يجيبوا ولادو باش ياكلوا يدمر كيمشي للناظور كيمشي للطنجه كيخدم 3 شهور 4 شهور يسمح ولادو يجيب لهم. كيرا براسي شو كيصيفط ليه؟ كيصيفط لهم 20,000 ريال 30 يخدم باش يدير يكبر ولادو. غير الخير تاع ماتو المراه هذه على والو على 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 حساب الملك. يعني هادشي كله دارتو غير على حساب الملك؟ على حساب الملك ديال الجليد ديال ليه الفايانس ديال ليه الزكينو ديال القبض في هاد الايامات. دخل الماء هز الكريدي والله الا هز الكريدي من البنك عمل ديك اللي كيجلب الفلوس غير يدير ولادو غير يدير مستقبل ولادو. غير الاخر قلبات عليه الكبار. اش من الكبار؟ قالها لي البارح بني مليار. قال لك اودي المراه هذه راه قلبات عليها الكبار ما بي ما بي ما علينا حتى تشدوا لي البوليس. قال بالله لا اله الا الله محمد رسول الله الا بغيت نعاون الله يجازيكم بخير. الوالده راه مريضه تقريبا راه 10 5 سنين ولا اكثر من 5 سنين هي ما كتعقلش. سمعت هذا الخبر هذا وهي سمعت هذا الخبر هذا مسكينه راه ما كتردش صافي الصدمات. حنا اللي كنقابلوها كنديروا هو هذاك خويا ليت اللي كيجيب انا وياه وسبعه بيناتنا كان مجدي وكندير له شلاله نعطيوه الفلوس باش غير نتهلاوه الوالدين. يعني انتم خوتكم كتفارضوا بيناتكم باش كتقابلوا منكم؟ باش نقابلوا كيجي عندي مسكين نتصوروا نقول له شنو غندير اللي بغى يفرغ. نقول له لا الوالده هي الاولى ما كتنورش مسكينه يا الوالد مات ما خلى ليه والو. حنا غير كنتقاتلوا معاه لا يجزيكم بخير الله يستر خيركم عاونونا الله يرحم والدينا. خويا راه مشى غير بالباطل اقسم بالله العلي العظيم. هذاك خويا كنعرفو من الصغر ديالو حتى الكبر ديالو تاع عندو 55 عام ولا 60 عام غير بالباطل. هاد المرة هادي كيفاش كتعامل مع ولادها؟ كيفاش كتعامل معكم نتوما؟ قالوا لنا حنا دابا اللي سمعنا من الجيران قال لك اودي السيده راه شحال من مره كتجري عليه كتسد عليه الباب وكيحزرها باش يدخل على وجه ولادو. تاعيا قالت لهم الميدر الناس قالت لهم راه جريت عليه يمشي بحالو ما بغاش يمشي. قال لي ودي راه كنحشم على وجه ولادي واش نمشي نخليهم يتكرفزوا؟ ماشي معقول. لا كنصبر على ولادي. غير الاخر حتى ما بغاش يمشي انتقمت منه. لا اله الا الله محمد رسول الله. الى الله يجزيكم بخير الحاله مسكين الله يحفظ لكم الوالدين. خويا هاد المراه هادي كيفاش كتعامل مع العائله ديالك؟ كيفاش كتعامل معكم هي كشخص؟ كشخص عادي ولكن هذاك المشكل اللي كاين بيناتهم بجوج بين المراه والراجل الى الله اللي تيعلم على عليهم. وهاد المراه هادي فاش مشيت انا عندها سولتها قلت لها واش حصلتيه راجلك؟ بصح حصلتي راجلك في الدار مع البنت ولا غير سمعتي ولا قالت لك البنت؟ تنطلب منكم غتجيو غتولوا البنت. اشنو قالت لك هي منين قلتي ليها؟ واش قالت لك البنت ولا حصلتيهم؟ لا قالت لي البنت. البنت اللي قالت ليها؟ قالت لي البنت اللي قالت لي بفمها. واش دابا بنت عامين؟ فالمراه عامين غتعرف غتعرف تهضر ولا غتعرف هذاك الشيء؟ ما بنت ما عارفه والو مسكينه تهمت لها البنت لا با
تحط عليهم البطل جوج بهم وتطلب. انا قلت لها الا حصلتيهم ايه؟ قالت لي لا، البنت هي اللي عاودت لي وتطلب منكم غادي تجيو غتولوا البنت. واخا باش مشى لي مشى لبني ملال وعند القضيه التحقيق وهذا خرجت الخبره الطبيه ديال البنت. هذاك الشيء اللي قال هذاك الشيء اللي قالت هي اللي قالت هي فمها. حنا ما شفنا والو، تنطلب منكم خاصنا حنا نشوفوا هذا الشيء، هذه القضيه هذا الشيء واش بصح ولا لا، الخبره واش فيها شي حاجه ولا ما فيها والو. هي كتقول بان الخبره ما فيها حتى شي حاجه. انت ولد عمو ما بغيتيش تبان احتراما لك، ممكن تكلم غير بالصوت وغادي تسمع. شنو كتقول لنا في هذه القضيه هذه؟ هي كتقول السيده بان الخبره الطبيه ما كاين حتى حاجه اللي تبان بلوسها، ما عندها حتى شي مشكل. شي هو اللي كاين. اها كملت. اها كملت. هي ملي سولناها قالت لك ودي الخبره الطبيه راه ما فيها حتى شي حاجه، راه بنت راه ما مقيوساش مصالحه، ما عندها حتى شي مشكل. اها وهذا هو اللي كاين. البنت كتقول لك انا ما مقيوسه ما حتى حاجه. اشنو بان لك انت في هذا ولد عمك هذا؟ واش هو غادي يدير هذا الجر او لا ما يديرش؟ واشنو سبب واشنو سبب الخلاف بيناتهم؟ ما تنظنش اختي، وخلاف بيناتهم هو خا ولد عمي، يعني ما عندناش شي دخل معاه بزاف. اها كنسمعوا حنا من التسع بان راه ما نفهميش وهادي وهادي، ولكن داكشي ديال العائله يعني هما كاينه خلافات بيناتهم. كاينه خلافات بيناتهم من قبل، ولكن شكون اللي عارف شنو كاين تما الله اعلم، ما نقدروش نكذبوا لا على هذا ولا على هذا. وين الخبره الطبيه كتقول بان ما بان البنت راه ما عندها حتى شي حاجه. ملي بنت ما عندها حتى شي حاجه ما كاين حتى شي اماره، السيد ما اعترفش انا في عند لابيجي ما اعترفش انا قدام قضيه التحقيق. وهي ملي مشينا عندها سولناها قالت لك راه السيد راه اعترف انا في البوليس، ما كاين تناقضات في الهضره، ما عرفتش شنو كاين. يعني تناقضات منها هي، تناقضات منها هي كتقول بلي راه اعترف ليها هي. انتم حاليا ما لقيتوش حتى الامكانيات باش انكم تقراو الدوسي باش ان محامي ازر هذا السيد هذا اللي انتم متقنين انهم ظلم. الله يكون في العوان، ما في حالتهم ما عندهمش باش غادي ياخذوا محامي، ما عندهمش باش يتعاقدوا مع السيده، باقا نطالبوا من جلاله الملك والسلطات بان باش يبحثوا في هذا الملف هذا يشوفوا هذا الشيء واش بصح ولا كذوب. اذا اخواني كيف ما سمعتوا كاين تناقضات كثيره بان هاد السيده هذه لاحت البطل على هاد السيد، كذلك كاين شهادات الجيران اللي كنا حنايا كطاقم صحفي مشينا عند الام باش اننا نسجلوا معها ونوقفوا معها، الا وانها كتسد علينا الباب كتقول ما بغيتش نهضر. الله يعاونكم سدات علينا الباب. كاين تناقضات كثيره يعني هاد حتى الطريقه باش هضرات معنا كتقلب كاع الموازين. هاد السيد هذا كما جاء على اللسان ديال الاخوه ديالو انه مظلوم، الام ديالو من سمعت الاخبار شدات الارض مسكينه تصدمات، ما عندهمش باش شي محامي كيطلبوا شي محامي ازرهم ويبينوا الحق، لان السيد داخل اسوار السجون بمدينه بني منال وتيقول انا الا كانت بنتي فعلا مآدي وقاسها شي حد انا بغيت ناخذ الحق ديالها، يعني كيقول لك انا ما يمكنش ندير هادشي ببنتي. هو كيطالب طبيب نفسي ديال الاطفال اللي صندق الطفله هذا، الا كانت هاد الطفله هذه كتهضر، لان ما كنظنش ان الطفل في عمره عامين و 8 شهور غادي يكون تيبرز مزيان الهضره. بغيت تعميق، هما كيطالبوا بتعميق البحث باش تبان الحقيقه، ويلا كان هو فعلا دار هذا الجرم هذا يتعاقب، كما ان حق مكفول للزوجه ديال هذا السيد هذا الا بغات تخرج بتصريح وترد على راسها. احنا راه الاشاره. نشوفوا الاخ شنو بغيتي تقول لنا خويا، شنو خوك شنو قال لك فاش مشيتي عنده البارح؟ خويا مشيت عنده البارح سولته قلت له واش بصح واش درتي هذا الشيء ولا لا، قال لي انا هذا الشيء ما كاينش. واش وقع بيناتكم؟ قلت لي المراه هي اللي خطات الخطه غتنتقم مني بهذه السهوله. يعني هي باغا تنتقم منه، ما بغاتوش يبقى معاها في الدار. ما بغاتوش يبقى معاها في الدار، بغات تدي ليه كلشي. واش بصح هما من زمان هما كيدابزوا؟ يعني هما في الخصام؟ تايدابزوا من زمان تايدابزوا. يعني هذا الشيء غيكون غير انتقام؟ من زمان كانوا تايدابزوا ما. وهادشي. ما فاهميش بيناتهم، علاش داروا الولاد؟ لا اله الا الله. المهم كما سمعتوا الاخوان لهذه العائله هذه فهي مكلومه من جهه الاخ ديالها، كذلك فاش تكلمنا مع بعض الجيران كياكدوا ان السيد لا يعمرها دار، كيزاول مهنه البناء، يعني من الخدمه للدار دار الخدمه، يعني ما عندوش احتكاك مع الناس. كيطالبوا بهيئات حقوقيه تدخل على الخط توقف مع هذا السيد هذا وتبين الحق،
وكيطالبوا كذلك ان البنت فعلا الا كانت مآديه ومضروره ومهتوك العرض ديالها كيطالبوا انهم يعمقوا البحث باش يعرفوا شكون هذا اللي اداها الطفله هذه. ولا كانت الام فعلا كتكذب او لا دارت هذا الشيء كله غا سيناريو فالاجراءات تخذ ضدها ونشوفوا نتمنوا ان شاء الله ان هذا الشيء كامل الضحيه ديالو هما الاطفال. الاطفال ديالو شنو تيقولوا في هذا الشيء ولادو؟ ما تيقولوا حتى شي حاجه ما كيقدروش يهضروا سولت انا ولدو عنده قريبا دابا عنده شي 20 عام قال لي ما كانش حاضر ما عرفش بنتو عندها 12 عام ولا 13 تنسولها ما تهضرش ما عندها ما لقاش اش تقول اش غادي تقول لي يعني ما تقدرش تهضر قدام امها لهاد الخطه هادي داكشي اللي قالت لهم امهم هما اللي تيقولوا يعني مسيطره على ولادها واخا هاد الناس المتتبعين هما كيشوفوك شنو بغيتي تقول لهم بغيت نقول لهم يوقفوا معنا يوقفوا معاه الله يجازيهم بخير هانتوما كيف ما كتشوفوا الاخوان انا صراحه عجز اللسان عن التعبير كيفاش ان هاد السيده هادي الا فعلا دارت هكا كيفاش ان السيده هادي تقدر يعني ما بين الطفله وباها يعني كيفاش دارت هادشي الله اعلم. نشوفوا الاخ شنو بغى يقول لنا شنو خويا بغيتي تقول لنا؟ السلام عليكم كنطلبكم سيسين بريدكم بخير. هادشي اللي راه مظلوم ما دار حتى حاجه راه كنعرفو من الصغر ديالو حتى الكبير وما دار حتى هو الكبير هو اللي خويا الكبير هو اللي كبير لا الكبير ما قال اخو الكبير كان اختي كبيره وهو خويا عاد خويا لا هذا هو الكبير لا هذا هو الكبير هكا داك اللي مشدود هو الكبير على خويا هو اللي مشدود اللي كبير عليها شويه هادشي راه كيخدم كيتقاتل كيجيب لهم ياكلوا ما عمر خسر ليه الخطر هو اللي مربي داك الولاد كيشدهم فتما كتمشي لبودربالة كتخدم هي كتمشي كتخدم ايه كتخدم كيقاتل الله فيك الدراري تترجع هو تيمشي كيخدم كيتنهلا بهم يقابلهم راه هذيك بنتها الكبيره اللي عندها 15 عام ولا 12 عام هو اللي رباها كي تنهلا بها ولدو كبير اللي عنده 24 عام ولا 20 هو اللي كبروا وهي كتمشي لبودربالة كدير الخيمه ديك الخيمه ديالها سميتو كتمشي لمولاي بوعزة تمشي لهادي تمشي لبودربالة تخدم ترجع هو كيخدم مع البنايه كيتقاتلوا حتى بنوا ديك الدار. علاش خويا من دمي ولحمي ملي كان عارف من الصغر ديالي ما كيشرب لا دواء لا طال ديال طانسيو ديال والو ما عمر شاف طبيب من الحياه ديالو من الصغر ديالو حتى الكبر ديالو. اش لاجل مشي لعدو البلي ملي لقني له ودي اخويا الا درتي هذا الشيء راه شو مالك عيب ما عمرك تشوف وجهنا كاع علاش هذا الشيء ما عمرك ما يديرهاش حتى اليهود ما يديرهاش قال لك انا بالله والشرع ما درت والو الا درت هذا الشيء الا خرج هذا الشيء درتها خليني نتعاقب نمشي للطاحيه. كيفاش المعمول ديالي قال لك راه الشيء اللي وقع هناك ما حسيت به داك كي الفيلم تاع حسيت به حتى جاو ليا البوليس شدوني وصلت تما قال لي راه واش البوليس شدو داخل الدار ولا خارج الدار؟ جاو عندو تاع الدار خرجوه من الدار من الدار قالوا لك تسولوا ما عرفوش حتى الدار جاو تسولوا فين كانوا الدار ديالو خبو الحسين يعني الشكايه دارتها به الزوجه ديالو خدمت ليه ماشي فين كاين فين كاين واش بالليل واش بالصباح اللي حيت انا على حسب علمي بان هو لقاو ديك الساعه جالس واش دابز مع المراه ديالو وخرج هو حدا الدار لا شدوه من داخل من داخل داو تما البوليس من تما بات عندهم مع 24 الصباح ديال الدوال وصلوا لفليم ديال ومشات معاه تما داو البنت قال لك رجعات قلت له البنت واش مقيوسه قال لك ودي راه مال قلت لهم كلشي راه رجعات الخبره ما موقع عليه والو ودابا هو تيطلب منا حنا الخبره ديال البنت قال لي الخبره ديال البنت يعني بغى يدير الخبره غيدير الخبره ديال البنت الا دار قال لي الا درت هادشي الا دار هادشي وهادشي بصح قالوا خليوني حتى نمشي نتربان نمشي نحكموا عليا بداكشي اللي لا حول ولا قوه الا بالله. واخا خويا كمل ليا
ملي مشينا عند البريم ديال رجعت من البريم ديال قالت لي سولوه الناس قال لي هذا البنت هذه واش تقاس واش قلت لها لا ما تقاست ولا راه سمحت ليه بني ملال هي قالت لكم بلي راه سمحت ليه بني ملال اه قالت لي راه سمحت ليه ملي بلا الوكيل الدوله سمحت ليه فيها سمحت ليه بهذه ولكن سيلو الجمعيه ديال الاطفال مثلا الجمعيه ديال الاطفال اللي ما بغاش تسمح اللي ما بغاش اللي ما بغاش تسمح وما لا سمحت ليه الملك يعني كذا سمحت قدام انا سمحت ليه هاد المراه هذه راه بغات تنتقم منه غير على حساب الملك ديال الدار بنى عليه الدار وصل لحد قالت لي دابا فجر عليه جرى عليه يمشي وما تفهم واش كاين طلاق بيناتهم يطلقوا لنفرض ان علاش ياك عنده بنات اخرين عنده البنت كبيره راه عنده الولد كبير كبير والبنت عندها 12 عام وهاد البنت الصغيره اللي عندها عامين واخا علاش هاد البنت الكبيره ما عمرها قالت هي بان البنت الكبيره هو اللي رباها بنته هو اللي رباها زعما اللي كيقصد زعما رباها على يديه رباها على يد رباها على يده هو حتى تمشي تخدم في ودر البلد اها تخدم في التفاح حمراء هو اللي تيربي الدراري هو اللي تيطيب لهم ماكله هو اللي تيصب لهم هو اللي تيغسل لهم باش ما تكونش هي يعني خاص دابا يعني الا كان هذا فعلا يعني خاص التحقيق حتى الاطفال ياخذوا بالكلام ديالهم ويشوفوا واش فعلا باو كيتعامل معاهم خايب اييه هذاك الشيء اللي تنطلبوا منكم دابا كيف ما كتسمعوا المشاهدين ديالنا الاسره ما عرفت لا ما تقدم ولا ما توخر كيف ما تنقولوا هما متيقنين من البراءه ديال الاخ ديالهم متيقنين مليون في المية يعني بان غير مشاكل بينه وبين السيد بينه وبين الزوجه ديالهم وخلى الزوجه انها دير هذا الفعل هذا وكنتمنوا ان ما بغيتش الصراحه يكون هذا الشيء فعلا بان راه السيده دارت هذا البلان هذا للزوج ديالها والزوج مع بنته راه صراحه صعيبه شويه اختي صوفيا رحنا كنا مشينا عند الام مشينا عند الزوجه هذه وطرداتنا من امام المنزل قالت لي ما نقول لكم حتى شي حاجه الله يعاونكم طرداتنا من قدام الباب مشينا حنا وجمعيات مشينا كصحافه ومشينا كجمعيات وطرداتنا من البيت هذا الشيء قلت لكم ياك قلت لكم اللي راجعوا عندي وكيوصلوا كنتو مشيو روحكم من غير حتى حاجه يعني كنت سيدك كنت ضروره من الباب نتا يعني كان عليها تلاقى مع الناس اللي غادي يساندوها ويعاونوها تماما علاش غادي انها ترفض تماما يعني تحقيق هذه السيده هذه خصنا نحقوا في هذا الامر هذا شنو فيه شنو كاين يعني خاص يعني كنت في ندمت هذه القيوسه ولا شي حاجه وفي هذا الشيء كاين وانها هي تستقبل الناس اللي عندها في الجمعيات الا كانت فينا مظلومه مظلومه لان الواحد كيقلبوا له على خيط رفيع باش انه الحق ديالو يبان هذا هو اللي كاين علاش تقبل هذه السيده شنو السبب يعني كاين شبهات كثيره كتدور بان شي حاجه كاينه تما ماشي هي هذاك يعني كنتمنوا ان السلطات تعمق البحث ديالها وكنتمنوا من الهيئات الحقوقيه تدخل على الحق تدخل الهيئات الحقوقيه على الخط باش تآزر هاد الناس هادو وتبين لهم الحق ديالهم واللي كيهمنا اكثر هو الحق ديال الطفله لان شوف الام الا كان فعلا هاد الشيء بصح شوف الام ديالها كيفاش بعت بها دغيا لوه اغتصبها باها كيفاش غادي يكون منين تكبر هاد البنت هادي كيفاش غادي تكون نظره لباها كيفاش هاد الاب هذا غادي تكون عنده نظره للبنت وهو بنته غير ضحيه فكنتمنوا من السلطات انها تدخل وتعمق البحث في هاد الامر هذا كنطلبوا بانها كذلك دير واحد لائحه استماع لهاد الابناء الاخرين شنو تيقولوا في حق الاب ديالهم وحسبي الله ونعم الوكيل الى فعلا انها بغات تنتقم من اخويا نو اخر كلمه للناس ديالكم الناس اللي كيسمعوا لكم شنو بغيتي تقول لهم قولوا كانت المكان الله يجزاك يكون بخير تعاونونا الله يجزاك يكون بخير هذا السيد هذا راه خويا راه غير مظلوم مظلوم في سبيل الله راه بغات تنتقم منه وما حتى شي حاجه اللي كنشوفوا حنا راه من صغار عاشت معنا تقريبا 15 عام اللي تعاش مع ملي كان الوالد مع عمر هو ديك البنت زات عندنا في الدار والولد ديالو زاد عندنا عند الوالد في الدار ما عمر هذاك خويا شتو منو شي حاجه زعما يضربو حتى ولادو ما كيضربهمش ما كان عمر هو ضربهم كاع من الصغر ديالو حتى الكبير ما عمر ضرب ولادو تقول لي عيب ولادو يخطينا على ما كيهضرش معايا كيقول لا 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 الله محمد رسول الله راه خويا داكشي اللي كيقول داكشي اللي شفنا حنا غير مطلوب بغات تنتقم منه وتدي ليه الدار تخرجوا للزنقه ينعس بالزنقه
اللي هي تخبط لي الغاره ديالو بنا ليه الدار ودار ليه كلشي. المراه راه كتمشي كدير داكشي اللي بغات، كتمشي كتخدم. كنا عمر قال لي فين مشيتي ولا منين رجعتي، زعما يضرب معايا يقول لي علاش تعطلتي. يعني المراه واخده الحريه ديالها تدخل كيف بغات تخرج كيف بغات. راه دارت النادي كتخدم، كتمشي كدما شاركات في النادي كتخدم في النادي، كتمشي حتى لوحدها تدير الجول. ما عمر قال لي فين مشيتي، راه خدام كان خدام كندير وكيتيق فيه. يعني السيد كيقول لكم بان السيده راه كتخدم دايره النادي ديال المنسج، كتخدم حتى هو كذلك كيخدم في البني في البني، غير زعما هو كيقصد الاخ بان راه كتخدم كتمشي بالنهار وبالليل كتخدم في المنسج واخا تدخل حتى شي وقيته معطله، ما عمرو حاسبها لانه كيثق فيها بانها كتمشي كتخدم. ما عمرو حاسب على جدات النادي راه كتقابلها تما عند واحد السيد تما راه جا دار هذاك المشروع تما، هي اللي كتخدم جامعة معاه تما كتقيد ليك الخدمة كيخلص ليه الجورني ديالها. ما عمر السيد هذا ما عمر خويا ما عمر كتكرز على هاد المرا يضربها ولا يدير لي شي حاجة ولا يخليها بجوع. كي مشى أنا براسي مشيت معاه للسوق أش كيدي، أنا كندير كيلو بطاطا، هو كيدير 4 كيلو ديال البطاطا من الخيزو من الفواكه من هذه جوج كيلو من اللحم هذه كيدير ولادو. لا اله الا الله محمد رسول الله، راه هادشي غير ظلم. كنطلب منكم تعاونونا الله يجازيكم بخير الوالده، راه حنا غير كنتهلاو بها، راه ما كاين الحاله ما كاينه ما فيه والو. الوالده مسكينه غير حنا اللي كنتقاتلوا بيناتنا كنجمعوا ديك خوتنا، كنقول الوالده غادي نتهلاو بها ندير له شي بركه على وجه الوالد على وجه الدم على وجه هذه. ما بغيناش يضحكوا علينا الناس، حتى هو راه تقاتل معاه، حتى هو راه قال لي هذيك الهضره، قال لك ودي الوالده ما غاديش نخليوه تمشي للدار العجزه ولا دير هذه. يعني هو اللي كيعاونكم على الام ديالكم، كيعاونكم على كيعاون على كل شيء، كيقول لك شي حاجه كيقول لك الا درت انا لابد، كيقول لي لابد ما ديرش هادشي على وجه الوالده. كنقول لي واخا قولي واخا ودي اخويا، راه انت اخويا كبير اللي جا لي ولا لا ما تخسرش الخاطر. يعني انت كتقول بان راه خوك ما يديرش هادشي. لا اخويا لا ما يديرش داكشي، ما يديرش الا دار اخويا داكشي. انا اللي درتها، انا اللي درت داكشي في بلاصت، انا نمشي في بلاصت خويا، انا نمشي في بلاصت خويا للشيجن. الا دار اخويا داكشي من الصغر راه كان عارف، الا دار داكشي انا نمشي نتعاقب. يعني انت متيقن من البراءه ديال خوك؟ انا اختي راه ما دار حتى حاجه، ما دار والو. علاش هو يشد البنت الصغيره اللي جات معاه نهار الاحد، تقدا ليه ضانون وتقدا ليه هذه ونعسات ليه على ركابيت هنا كيدير ليها الراس مسكينها. قلت لي هذاك البنت حسين، قلت لها البنت راه مسكينه راه نعسه، قلت لك نمشي نوصلها للدار. مشى نوصلها للدار رجع وقلت معايا مع هذاك البنيه، قال لي هذاك البنيه يلاه تمشي تخدم معايا غير جورني. مشى معاه خدم معاه نهار الاثنين في العشيه، جا عندي لتما تما مع الخمسه وجلس معايا. وصل الدار ما بدلش الحوايج ديال الخدمه، ما بدلهمش، بدل غير الصباط ورجع عندي. قلت له ديما كمالك مغير؟ قال لك راه تحس مع واحد السيد. قلت له لا ما عندك شي مشكل، ما تحسي مع المراه الا عندك شي حاجه. ما بغاش يقول لي مسكين، ما بغاش يقول لي العيب ديال مرتو. ومشى ديك الساعه لا بغيت نتبعو عندي شي كوالا ديال الجلباله ما كملتهمش. واخا اذا 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 مستمعينا ومتابعينا المتابعين قناه شوف تي في، كيف ما سمعتوا بان الاخوان متحصرين على خوهم، متيقنين من البراءه ديال خوهم، اللي كيسولوا على فين واقع هادشي واقع في مدينه خنيفره حي اساكا. الاسم ديال المتهم حسين اخبو اللي هو الان رهن الاعتقال. الاخوه ديالو كيطالبوا بهيئات حقوقيه تدخل على الخط باش تبان الحقيقه. الا كان خوهم دار فعلا هذا الفعل هذا يمشي يتعاقب، ما كانش دار يبان الحق ويبان شكون اللي دار هادشي كامل وشنو الاساس ديالو. حق الرد مكفول للزوجه الام هاد الطفله هذه، الا بغات تخرج بتصريح فحنا راه الاشاره، رغم اننا مشينا عندها وطرداتنا. ف غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتسناو الجديد ديما على قناه شوف تي في، وغادي نتبعوا هذا الملف هذا حتى نشوفوا ان شاء الله باش غادي يخرج ان شاء الله. اعانكم الله.